السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح اشارك معكم اخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري وايضا تصريحات رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد خروج المنتخب الوطني الجزائري المبكر. كانت عنده تصريحات قوية راح اشاركها معكم، ايضا راح اشارك معكم تصريحات وردة فعل مدرب منتخب السنغال اليو سيسي بطبيعة الحال على المنتخب الوطني الجزائري وخروجه يعني من الدور الاول، والذي لم يستطع يعني الصعود الى دور ال 16 والتأهل الى الدور المقبل. هذه التفاصيل راح نتعرفوا عليها، فاذا كنتم تشاهدون للمرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا. طبعا هذا الكلام يعني وصلت قافلة المنتخب الوطني الجزائري كخبر أول. قافلة المنتخب الوطني الجزائري اليوم وصلت يعني منذ دقائق من الآن، الحمد لله وصلت بسلام من يعني العاصمة الكاميرونية دوالا إلى يعني مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. وبطبيعة الحال تم استقبال المنتخب الوطني الجزائري والكوتش جمال بلماضي أيضا من طرف وزير الشباب والرياضة، وكان هنالك حديث بينهما بطبيعة الحال من أجل رفع معنويات المنتخب الوطني الجزائري وأيضا الكوتش جمال بلماضي. بعض اللاعبين كانت عندهم بعض التصريحات، ولكن باختصار شديد اعزائي الكرام كلهم اعتذروا للجمهور الجزائري والشعب الجزائري بعد هذه الخيبة الامل، ولكن رمسا محين دنيا واخرى نتمنوا لهم انهم يعودوا سريعا الى السكة من اجل يعني العودة بقوة للمباراة الفاصلة. هذا ما اتمناه شخصيا لجميع لاعبي المنتخب الوطني الجزائري حاليا. بالنسبة لتصريحات يعني رئيس الكاف الا وهو موتسيبي بعد خروج المنتخب الوطني الجزائري من الدور الاول وعدم تأهله الى دور 16، صرح قائلا: المنتخب الجزائري منتخب مذهل، والجزائر بلد مذهل كذلك من ناحية كرة القدم واللاعبين. لقد أظهر هذا المنتخب ذلك، وأيضا هذا البلد لقد أظهر ذلك على مر السنين، ونحن نعلم أن عندهم لاعبين ذو مهارات عالية وفائقة جدا. ولكن اليوم ما نشاهده حقا في هذه البطولة أن هنالك منتخبات تطورت وأصبحت تنافس الأفضل. ويقصد بهذا التصريح بلي أن المنتخب الجزائري يعني القى منافسة كبيرة أمام منتخبات نوعا ما ما عندهاش تاريخ، ولكن مستواها تألق وتطور مؤخرا في صورة غينيا الاستوائية وسيراليون. وفي كرة القدم علينا المضي قدما، وفي كأس العالم قطر سنة 2022 عليكم التألق والذهاب بعيدا فيها، وأتمنى رؤيتكم، ويجب عليكم أيضا أن تكونوا في هذه البطولة الأولى وهي كأس العالم سنة 2022. أنتم ذاهبون إلى قطر رغم خروجكم المبكر، ولكنكم ذاهبون إلى المونديال، نحتاجكم في كأس العالم في قطر. وقائلا: الجزائر دائما ما كانت تجعلنا فخورة بشكل كبير، سأزور الجزائر في الأشهر القادمة، وأيضا دعني أقول أن مستوى كرة القدم في الجزائر عالي جدا، كنت حقا أود الجزائر أن تواصل في البطولة لأنها جعلتنا نفتخر، ولكن يعني سأراكم في قطر ويجب عليكم التألق في المونديال. وقبل لأنه أيضا المنتخب الجزائري وأيضا اللاعبين الجزائريين وبالماضي جعلوا إفريقيا فخورة بهم. من ناحية التصريح، تصريح يعني كبير، تصريح محترم، تصريح قوي في حق أبطال إفريقيا سنة 2019. على كل حال خليناها لهم ليهم حاليا، ولكن يعني باتريس أو يعني موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعني يقول واش يقول، يبقى في نظري باللي أنه يتحايل. علاش؟ حسب رأيي الشخصي، كل واحد عنده رأيه الشخصي زي الكرام. حسب رأيي الشخصي رئيس الاتحاد يعني الافريقي لكرة القدم كانت عنده فرصة وعملوا اجتماع باه يغيروا ملعب المنتخب الجزائري الى ملعب صالح للعب كرة القدم، ولكن للاسف الشديد ما شفنا ولا تحرك من الكاف، رغم ان الاتحاد الجزائري لكرة القدم طالب بتغيير الملعب، ولكن الكاف عملت اجتماع مع اللجنة المنظمة وما قدروا يفعلوا ولا شيء. يعني زكارة في الجزائر تلعب في ذلك الملعب، ما رانيش نبحث عن اعذار لانه خرجنا وانا تقبلت الخساره، وبالعكس لازم على المنتخب الجزائري ان يعود باقوى في قادم المواعيد، انا من هذه النقطه راني مقتنع. ولكن ما شفناه من ناحيه التسيير ضد الجزائر ومن ناحيه تعيين موعد المباريات والى اخره، يعني شفنا بعض الظلم من الجزائر، وخاصه ايضا حتى السنغال اللي لعبوا مباراتين على التوالي على الساعه الثانيه زوالا، وهذا مما اثر على اللاعبين ونتائجهم كذلك. فلهذا يا رئيس الكاف موتسيبي يعني على من راك تتحايل؟ في الندوات الصحفية وفي التصريحات نشوفوك يعني كملاك صرح بتصريحات جميلة منطقية وتدافع على المنتخب الجزائري وتلعبها حازم لأنه الجزائر خرجت من هذه البطولة، وكنت باغي وتمنيت أنها تبقى. وما دامك راك تمنيتها تبقى، علاش الجزائر كي طالبت به تغير الملعب أنت رفضت، وأيضا جهات أخرى رفضوا؟ يعني أنت رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عندك سلطة كبيرة تتحكم في كل شيء، علاش ما ساعدش المنتخب الجزائري من ناحية يعني تغيير الملعب؟ كنا باغيين فقط الملعب يتغير،
رغم انه ما رانيش باغي نبحث عن اعذار، ولكن انا راني يعني نرد على رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم. ولكن من ناحيه التصريحات كانت تصريحات قويه، وايضا يتمنى المنتخب الجزائري ان يتالق في المونديال. هذا ما نتمناه ايضا نحن كجمهور جزائري بطبيعه الحال. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري في قادم المواعيد، ونتمنى ايضا انه راح يعود بقوه الى سكته الرئيسيه من اجل قيادتها في المباراه الفاصله، وكذلك ايضا يعني قيادتها والتالق فيها في مونديال قطر سنه 2022. على كل حال نخلي هذه التصريحات على جنب ونمر الى تصريحات اليو سيسي مدرب منتخب السنغال. ومدرب منتخب السنغال اعزائي الكرام هو ايضا عاش يعني بعد ما عاشه المنتخب الوطني الجزائري في هذه البطوله من الظلم. راكم عارفين لعبوا مباراتين على التوالي على الساعة الثانية زوالا، الحرارة المفرطة، الرطوبة عالية بزاف، فلهذا يعني حتى هم بشر يعني يتأثروا، فلهذا أنا شفت نوعا ما بعض الظلم، ولهذا أنا يعني نشجع منتخب السنغال في هذه البطولة. نشجع منتخب السنغال ونبقى نشجع منتخب السنغال حتى النهاية حسب رأيي الشخصي. على كل حال صرح قائلا أعزائي الكرام لقنوات بي إن سبورت في ندوته الصحفية قائلا يعني بالنسبة لخروج المنتخب الجزائري المبكر، قائلا ما حدث للمنتخب الجزائري هو أمر ينذر بصعوبة البطولة، المهاجم في حاجة لتسجيل الأهداف، وإذا فشل في ذلك فإن الأمر يصعب المأمورية عليه وعلى زملائه كذلك. يعني استخلص الدرس مدرب منتخب السنغال اليو سيسي، وصرح قائلا ما حصل للمنتخب الجزائري هو انذار للمنتخبات التي يقال عنها انها مرشحه للتتويج. الجزائر غادرت البطوله رغم انها صنعت الكثير من الفرص في مباراتها الاولى. لن اغير تكتيكاتي، اللاعبون قادرون على الاندماج وايضا احثهم على الاندماج. يعني اليو سيسي استخلص الدرس الذي اقترفه المنتخب الجزائري للمهاجمين نتاعهم، ما قدروش يصنعوا، ما قدروش يعني ينهيوا الفرص التي كانت يعني سانحه للتسجيل في العديد من اللقطات وفي ايضا معظم المباريات الثلاث. على كل حال نتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، انا واحد من الناس راح اشجع منتخب السنغال بالنسبه لانهم وصلوا الى يعني كما نقول لنهائي كاس افريقيا سنه 2019، وكانوا وصيف البطل وصيف المنتخب الجزائري سنه 2019 في كاس افريقيا، وكذلك عاشوا بعض الظلم اللي عاشه المنتخب الجزائري في بدايه هذه البطوله، فلهذا انا يعني راح اشجع منتخب السنغال. اما بالنسبه للمنتخبات العربيه حاجه باينه، راح نشجع يعني منتخب معين لن اذكره اسمح. على كل حال ننتقل الآن إلى يعني الخبر الموالي والذي يتعلق بموعد قرعة الدور الفاصل. وأيضا كي نقول لكم الدور الفاصل، أنا كل ما يهمني يعني حاليا هو عودة المنتخب الجزائري إلى هيئته الطبيعة أكثر ما راني نحوس على من سيكون خصم المنتخب الجزائري في المباراة الفاصلة. طبعا أعزائي الكرام ستكون القرعة غدا يوم السبت إن شاء الله يعني بدوالا بالعاصمة الكاميرونية على الساعة 4 بتوقيت الجزائر. نتمنى لكم فرجة ممتعة. قنوات ناقلة لهذه القرعة عندنا بيان سبورت وأيضا أون تايم سبورت المصرية. طبعا كان هذا الفيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.